إن شاء الله قلوبكم دائما خضرة وتحت شعار ربيع القلوب، ورعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه. انطلقت مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده 23، والتي تعقد في المسجد الكبير بدولة الكويت. وتأتي هذه الجائزة استكمالا لمسيرة دولة الكويت في الاهتمام بكتاب الله وخدمة القرآن الكريم وتحفيظه وتجويده. وحول أهمية المسابقة وأهدافها يسعدنا أن نستضيف الشيخ فواز الكليب عضو اللجنة الدائمة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده. حياك الله معنا الشيخ. الله يحفظك، منورنا ومشرفنا. الله يحفظك. راح نستهل هذا اللقاء بإذن الرحمن، لكن بعد هذا التقرير خلكم معنا. إذن راح نتحدث إن شاء الله عن مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم، ونرحب بالشيخ فواز الكليب مرة أخرى. حياك الله. الله شرفنا شيخنا الفاضل. ودنا سولفنا شوي زيادة عن هذه المسابقة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، مسابقة الكويت الكبرى إن صح التعبير عليها أنها مفخرة من مفاخر الكويت. هذه المسابقة ابتدت في سنة 97 ومتخصصة في رعاية حفاظ القرآن الكريم من مختلف الأعمار، منهم صغار وهما شباب إلى كبار السن، إلى وصلنا إلى مرحلة القراءات. وزاد هذه المسابقة يعني رفعة ودعم أن تكون تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد. فهذه أقوى وأكبر مسابقة بالكويت تحث جميع فئات المجتمع للإقبال على القرآن الكريم وحفظه وتجويده وإتقان الحفظ. ممتاز. هذه هي المسابقة. ممتاز. شيخ فواز، برأيك يعني شنو أهمية إقامة مثل هذه المسابقات الدينية ودورها في رفع اسم الكويت في المحافل، سواء خلنا نقول العربية أو الدولية؟ أي نعم، طبعا الحمد لله رب العالمين أن مسابقات القرآن في دولتنا الكويت كثيرة جدا، لكن هذه إذا صح التعبير هي أقوى مسابقة، لأنها مسابقة الدولة الكبيرة. التصفية يتم يعني إخراج المتسابقين منها يكون من هذه المسابقة، يعني الفائز في هذه المسابقة يصح التعبير أن نقول له هذا الفائز على الكويت. يعني إذا واحد دخل على 25 جزء في 25 جزء وطلع الأول فهو الفائز على الكويت. أهميتها في رفع اسم الكويت أن هناك مسابقات دولية كثيرة. صحيح. عندنا إحنا هني بالكويت مسابقة حفظ القرآن دولية، وكذلك هناك مسابقات دولية في العالم تشارك فيها دولة الكويت. فالتصفيات يكون من هذه المسابقة، لأن الفائز فيها هو فائز على الكويت، فيكون يعني قد تدرب على المسابقة وأتقن حفظه وراجع وفاز في هذه المسابقة، لأن معايير التحكيم في هذه المسابقة جدا عالية. وهذه المعايير عدت من 23 سنة، احنا طبعا في سنتنا 23 ما شاء الله، وعدت وكل سنة احنا قاعد نطور فيها. ففعلا الفائز فيها هو فائز على الكويت. خلوني أقول لكم شغلة واحدة صارت السنة الماضية بعد ما انتهت المسابقة، وجئنا لاعتماد الدرجات النهائية للمتسابقين. وجدنا فرع من الأفرع أحد المتسابقين حاز على درجة 98 وما فاز. ما شاء الله. 98. شلون؟ الأول ياب 99.7. ما شاء الله. الثاني 99.5. الثالث 99.2. فاللي ياب 98 ما كان لحظ في الفوز. المنافسة كبيرة والإتقان عالي عند المتسابقين. ففعلا لما نقول أن واحد فاز في مسابقة الأمير، فعلا هو استحق هذا الفوز لإتقانه للحفظ والقراءة والتلاوة والتجويد. فبعد هذا يتأهل إلى المسابقات الدولية، إما مسابقة القرآن الدولية في الكويت، أو مسابقات القرآن الدولية في العالم، فيشارك باسم الكويت. ما شاء الله. وقلت اسمها مسابقة الأمير. الناس ترى الحفاظ، أنا أتكلم على الحفاظ، حفاظ القرآن، ما يعرفون أنها مسابقة القيمها وزارة الأوقاف والأمان العامة الأوقاف. على طول عندهم مصطلح مسابقة الأمير. نعم. بتشارك مسابقة الأمير، شاركت السنة اللي طافت، مستعد لها، راجعت مسابقة الأمير دائرة على ألسن حفاظ القرآن في الكويت هذه 23 سنة. ولله الحمد. طيب يمكن ذكرت سريعا بعض الفئات المشاركة، لو تعطينا شوي تفصيل أكثر، يعني الفئات المشاركة، وهل التنافس فقط في الفئة ولا ممكن بالتصفيات أنه أحد من فئة مثلا الأصغر سنا خلينا نقول لعله يعني يتواجه مع الفئة الأخرى مثلا؟ صحيح. احنا عندنا فئات كبيرة، وهذا مما يدلنا على أن كل فئات المجتمع تشارك فيها. الحمد لله. فعندنا أول شيء فئة الشرائح، الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة. كل فئة منها فيها جزء وجزئين وثلاثة وأربع. تمام. يعني أربع شرائح لكل فئة، ابتدائي متوسط ثانوي وجامعة. السنة أضفنا فئة جديدة
وهي فئة المجد، واحد من بعد الجامعة وده يشارك في المسابقة. صحيح. فوضعنا له فئة المجد من 30 سنة ل 59 سنة. ما بعد هذا عندنا فئة كبار السن من 60 سنة مفتوح. والحمد لله رب العالمين العام احدى الفائزات معانا من كبار السن ما شاء الله تبارك الرحمن الله. الله يبارك في صحته عمرها كان عمرها تجاوز 80 ما شاء الله وفازت في المسابقة. علاوة على هذا عندنا شيء اسمه المسابقة العامة، هذه مقيدة بسن وعمر. في المسابقة العامة اللي هي 5 اجزاء 10 اجزاء 15 20 25 القرآن كامل، هاي مفتوحة يعني يقدر الواحد عمره مثلا 15 سنة يشارك، اللي عمره 30 يشارك الأكبر لأن هذه الأجزاء مفتوحة. حلو. علاوة على هذا عندنا فئة القراءات وشريحة القراءات، وهذا مما تتميز فيه دولة الكويت، والمسابقة من أهدافها أنها ترعى حفاظ القرآن بالقراءات المتعددة. فالسنة عندنا رواية إمام قالون وورش، وإن شاء الله كل سنة احنا نضيف رواية جديدة، فعندك كل الأعمار كل السن يشارك في هذه المسابقة. ربي لك الحمد. ما شاء الله. ولو نتكلم عن عدد المشاركين هذه السنة وشنو آلية اختبار المتنافسين، ايش راح تقولون يا شيخ فواز؟ اي نعم، طبعا الأمانة العامة الأوقافية تقيم المسابقة، لكن التسجيل يكون من خلال جهات متعددة، جهات من الحكومة أو جهات النفع العام. كل جهة تختبر متسابقينها كاختبارات أولية، ثم ترشح أفضل متسابقين للتصفيات النهائية. طبعا التصفيات النهائية ابتدينا فيها الأحد الماضي إلى الخميس، هذا كانت الرجال، وأمس إحنا يوم الأحد ابتدأنا تصفيات النساء إلى يوم الخميس بإذن الله تعالى. عندنا عدد المشاركين في التصفيات النهائية 2400 مشارك ومشاركة، ما شاء الله. وهذا العدد الحمد لله قاعد يزيد ويانا كل سنة. طبعا ما نتكلم عن كل اللي شاركوا، لأن في منهم دخلوا المسابقات وصارت لهم تصفيات أولية وما كملوا. عندنا التصفيات النهائية فقط فيها 2400 مشارك، وإن شاء الله إحنا يوم الخميس نخلص. طبعا الأسئلة، نظام الأسئلة إحنا نتميز من سنة 97 الآن، وهو نظام الآلي، فأي المشارك والجهاز الحاسبي الكمبيوتر هو يختار له سؤال عشوائي. نظام الحيادية بالضبط. والتقييم كذلك اللي هو عند المحكمين من خلال الآيباد، فالمحكم ما يحط الورق ويصلح فيها، لا يكون على طول يحط الدرجة، درجة الحفظ، التجويد العملي، التجويد النظري، ومباشرة في نهاية اليوم عندنا النتيجة. كل النتائج ما شاء الله. ذكرت يمكن المحكمين وأيضا الشرائح اللي موجودة، لكن أبي الجهات الداعمة يا ترى منهم اللي موجودين؟ احنا مشاركين ويانا 42 جهة حكومية ونفع عام، مثل وزارة الأوقاف، وزارة التربية، شؤون القصر، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتطبيقي، كلهم هذين المشاركين ويانا كجهات حكومية، بالإضافة إلى جهات النفع العام. عندك 42 جهة، يعني تقدر تقول الكويت كلها مشاركة ويانا في هذه المسابقة. وحقا هذا مثل ما أقول موعد سنوي لقراء القرآن يجتمعون في المسجد الكبير جميعا، ما بين الحفاظ والمحكمين يلتقون هالأسبوعين سنويا في المسجد الكبير. هنيا لهم. جميل جدا، وعليكم العافية، ومشكورين على هذه الجهود الجميلة لرفعة وسمو دولة الكويت. كل الشكر لضيفنا الشيخ فواز الكليب، عضو اللجنة الدائمة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده. يعطيك العافية. الله يعطيكم العافية. قواك الله. شكرا لك شيخنا الفاضل. ننتقل الآن إلى الزميل نجيب القحطاني الموجود حاليا في مدرسة التربية الفكرية بنين بمنطقة حولي. نشوف شو عندك يا نجيب. خلونا مع نجيب القحطاني.